حذرت اداره الارصاد الجويه بوزاره المواصلات والاتصالات من امطار رعديه على المملكه تمتد حتى الساعات الاولى من صباح يوم الخميس وذلك على قدرات متقطعه وتكون متفاوته الشده وتصاحب الأمطار هبّات شديدة السرعة، وأفادت أنّ الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 17 إلى 22 عقدة، أحياناً من هبّات قد تصل إلى 50 عقدة، ثم تتحول إلى شرقية في وقت لاحق من النهار.